اهلا بكم مشاهدينا الكرام على شاشة نيل الاخبار، تغطية اخبارية على مدار الساعة، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. شهد ايضا سيادة الرئيس افتتاح مصنع لانتاج البطاطس نصف المخلية، وبيعد مشروع شرق العوينات هو ثاني اكبر مشروع زراعة عملاق في جنوب مصر لزراعة القمح، واللي مساحته بتتجاوز ال 186,000 فدان. منطقة شرق العوينات هي بتقع في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كيلومتر جنوب واحة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد. خلال الافتتاح ومدخلة للسيد الرئيس، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر. طبعا هذه المدخلة كانت خلال الافتتاح. نتابع ان اولا بالنسبة لشرق العوينات، ان احنا المخزون المية الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الري هنا سواء للمنطقة المزارعة عليكم او للمستثمرين، دي بيتم التعامل معها طبقا للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لاكبر فترة ممكنة. أنا بتكلم هنا على استخدام المية بشكل رشيد جدا جدا دون هدر في الزراعة. الرئيس أيضا خلال الافتتاح اليوم قال إن الدولة المصرية بتسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة بشكل عام، وأضاف إنه بالفعل تم الانتهاء من البنية الأساسية التحتية اللازمة مع شرط الحفاظ على حجم الأراضي المزارعة واحترام الدورة الزراعية للحفاظ على إنتاجية حجم 700,000 فدان بمحاصيل محددة بتحتاج إليها الدولة المصرية كمنتج استراتيجي مثل القمح. نتابع. المشوار الكبير اللي هو كان محتاج والصعب زي ما الدكتور مصطفى بيقول كده احنا خلصناه دلوقتي، بقت الكلام ده متاح. طب متاح بس بالشروط. يعني ايه الشروط بقى؟ ان انت تحافظ على ان حجم الأراضي بالدورة الزراعية اللي بتخدم على المحاصيل الاستراتيجية هنحترمها، عشان ما يبقاش النهاردة 700,000 فدان اللي بنتكلم عليهم دول يتزرعوا بقى ب20-30 محصول مثلا على خلال الموسم. لا، احنا بنتكلم على حاجات محددة محتاجينها عشان يتم الاستفادة منها للسوق المصري أو كمنتج استراتيجي قمح احنا بنستورد منه كميات ضخمه جدا جدا، وكل ما بنقلل في الفجوه ديت كل ما بنامن استخدامنا لهذا المحصول الاستراتيجي المهم. الرئيس ايضا اشاد بما تم تحقيقه بالفعل في وادي شيح، حيث تم زراعه 10,000 فدان، ودي بتقع في محافظه اسيوط على الرغم من التحديات اللي تمثلت في الاساس في عدم خصوبه التربه. تابع. على ان انتوا زرعتوا في وادي الشيح، لان وادي الشيح كان على مدى السنين اللي فاتت كان يصعب الزراعه فيه. عملتوا ايه؟ هو كان تحدي كبير يا فندم، بس الحمد لله بتوفيق ربنا ودعم سيادتك وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه مع القطاع الخاص قدرنا نتغلب على مصاعب الارض من حجاره وصعوبه ارض، وعملنا احدث شبكه ري باستخدام احدث نظم في العالم بمحطات الارصاد باجهزه حساسات ميه في الارض عشان نرفع كفاءه استخدام الميه ونحافظ على الميه يا فندم. انت عارف يا جمال انا بسال السؤال ده ليه؟ عشان اقول للناس ان اللي نجحوا هنا في مزرعه وادي الشيح 10,000 فدان، مش كده؟ ايوه فندم. ال10,000 فدان دول ده مستثمر مصري هو اللي دخل بتقنيه مختلفه وقدر يقول ان انا رغم ان الارض دي قد لا تكون صالحه للزراعه في اسيوط لكن انا هزرعها، مش كده وليد؟ مش كده؟ تمام يا فندم. والحمد لله رب العالمين، مش كده؟ وزرع محاصيل تاني. فانا بهنيكم على المزرعه دي بالذات. ليه؟ لان هو الدلاله بتاعت الموضوع ايه؟ ان دايما ما دام في اراده وفي اصرار وحتى والعلم دايما بيخدم على امور قد لا تكون نراها كثيرين ان هي يعني المزرعه دي بالذات انا بتكلم تحديدا 10,000 فدان في اسيوط على مدى سنوات طويله
كانت الاجراءات اللي بتتعمل مش قادره تنجح الفكره. جه مستثمر قال انا هنجح لكم الفكره هنا وانا هزرعها، مش كده توفيق؟ تماما تماما. فانا بهنيكم على ده يا جمال وكملوا، لان ده اولا فرصه عمل كويسه لشبابنا في اسيوط، ان هم يبقى في اراضي تضاف للعمل والناس تيجي تشتغل فيها. ثم زي ما بقول هي ما كانتش ابدا من منظور ان هي تخش الخدمه وتشتغل. فانا بهنيكم متشكرين يا جمال، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. وبينضم الينا مشاهدينا الكرام على الهاتف دكتور ابراهيم عبد الهادي، رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعيه. دكتور ابراهيم تحياتنا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يعني بدء موسم الحصاد اللي شاهده السيد رئيس اليوم هو امر يعني كما اوضح السيد رئيس خلال المداخله ان هذه الاراضي التي يتم استصلاحها وهذه المساحات الشاسعه حتى في منطقه شرق العوينات نتكلم على 700 الف فدان بهدف سد الفجوه من احتياجات هذه السلعه الاستراتيجيه تحديدا للسوق المحلي. كيف ترى مستقبل هذه المنطقه وخصوصا اذا ما استخدمت فيها اليات الري الحديثه والنظم الحديثه في الزراعه بشكل عام؟ احنا في البدايه حضرتك انه احنا احتياجاتنا من الاقماح بنستورد من حوالي اكثر من 8 مليون طن في السنه بالاضافه للانتاج المحلي. فالمشاريع الجديده هي المشاريع الواعده اللي هو الامل بالنسبه لنا انه نزوده من انتاجنا من محاصيل الحبوب على راس القمح. احنا بالنسبه للارض القديمه دي ما فيهاش زيادات او في توسعات، انما توسعاتنا كلها في محاصيل الحبوب في المناطق الجديده اللي هو شرق العوينات وتوشكا ومشروع مستقبل مصر ووادي الشيخ وغيره. هذا امل بالنسبه لنا انه نزود مساحاتنا، وتعليمات القياده السياسيه كان لها دور كبير في ان احنا تعدينا الازمات اللي مرت بينا سواء ازمه كورونا او ازمه روسيا واوكرانيا، كانت لها دور كبير في مشكله الحبوب بالنسبه لنا على مستوى مصر وعلى مستوى غالبيه الدول العالم. فاحنا بالتوسعات دي اضفنا مساحات واضفنا انتاج جديد وقللنا من فاتوره الاستيراد. فهذه المشاريع تلعب دور كبير في مستقبل مصر القادم ان شاء الله. يعني دكتور مع في المقارنه بالفارق والاختلاف ما بين نظم الري الحديثه والزراعه او نقدر نقول مضاعف انتقاء التقاوي اصلا التقاوي المنتقال اللي تم تطبيق هذا النظام من فتره علاوه على الامتداد الطول الراسي والافقي، يعني هل طبعا اضافه مع هذه التحديثات التكنولوجيه التي ادخلت على نظم الزراعه وزراعه المحاصيل الاستراتيجيه تحديدا؟ هو حطك عشان نزود الانتاجيه او زود كميه الانتاج منها في اتجاهين، اتجاه الافقي اللي احنا ماشيه به الدوله هو اضافه مساحات جديده، الجانب الثاني التوسع الراسي اللي هو انا ازود انتاجيه وحده المساحه باستخدام التقاوي الحديث العاليه الانتاجيه. واحنا في مصر بفضل الله عندنا مجموعه من اصناف القمح العاليه الانتاجيه المتميزه جدا على مستوى العالم، بجانب اتباع نظم الري الحديثه. نظم الري الحديثه دي لها اكثر من ميزه بالنسبه لنا، بتوفر في كميه المياه المستخدمه وده يضيف مساحات جديده. انا لما اتبع نظام الري الحديث واوفر من 40 ل 50% من كميه المياه المستخدمه، انا ممكن اضيف 50% على المساحه ثاني على نفس كميه المياه الموجوده حاليا. فده ميزه من ميزه طرق الري الحديثه، اصناف وطرق زراعه برضه عندنا طرق زراعه حديثه للمتابعه في طريقه زراعه القمح للدوله الانتاجيه. نعم دكتور، يعني في مداخله السيد الرئيس اليوم اوضح انه تم زراعه يعني على هامش الحديث عن منطقه شرق العوينات، اوضح ان تم استصلاح 10,000 فدان منزرعه بمحاصيل مختلفه في محافظه اسيوط في منطقه الشيح، برغم ان هذه التربه لم تكن هي صالحه بالدرجه الكافيه لهذا الاستصلاح. يعني في راي حضرتك الي اتفضل يا فندم. هو فعلا حضرتك مزرعه وادي الشيح دي منزرعه تبع الشركه الوطنيه من اكثر من فتره جامده وكان انتاجها منخفض جدا، فباتباع طرق الري الحديثه واتباع الاصناف الحديثه والطرق الحديثه انه نجح الشركه الوطنيه ان تزرع حوالي اكثر من 1,000 فدان في المنطقه دي بالاقماح، وخاصه هناك بيزرع قمح المكرونه
اللي هو متميز جدا من الاصناف المكرونه المتميزه جدا بتزرع في منطقه اسيوط في وادي الشيح. فهذه يعتبر انجاز بالنسبه لمصر وبالنسبه لتقدم في مجال الزراعه. احنا مصر الحمد لله متقدمين جدا في مجال الزراعه وخاصه في زراعه القمح ومحاصيل الحبوب سواء قمح الذره الشاميه او رز، فاحنا مصر متقدمه جدا في انتاجها. يعني المفترض يعني البحث العلمي وخاصه في وزاره الزراعه مركز البحوث الزراعيه البعيد عن الزراعات الحديثه. يعني المفترض والمتوقع دكتور مع استغلال اذن الاراضي اللي هي بالفعل صالحه للاستزراع وبتحظى بمياه جوفيه ومخزون كافي من الاسمده النوعيه اللي ممكن انها توظف في صالح السلع الاستراتيجيه، يعني مستقبل منطقه زي شرق العوينات وبنتكلم على 700,000 فدان، يعني هل ممكن التوسع اكثر من ذلك وجذب استثمارات لهذه المناطق سواء استثمارات محليه او اجنبيه؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك املنا الوحيد ان احنا نزود مساحتنا الافقيه التوسع الافقي اللي هو المنطقه الحديثه زي شرق الوعينات وتوشكا ومستقبل مصر، هذه الاضافات الحديثه وزي ما قلنا وادي الشيح، الجهات دي ممكن الوحيده اللي ممكن ازود فيها المساحات لان احنا الارض القديمه ثابته بالنسبه لنا، فاملنا الوحيد باستخدام طرق الزراعه الحديثه اللي بنوفر المياه والموفر التقاوي وتدي اعلى انتاجيه واستخدام الميكنه الحديثه، برضه استخدام الميكنه والمعدات الحديثه ادى بدور كبير في نجاح عمليه الزراعه معنا وفي تطوير عمليه الزراعه. يعني انجح التجارب يا دكتور اللي شايف ممكن تطبيقها في مصر طبعا الى جانب ان بالفعل هي احنا يعني بيتم عمليه الاستصلاح والاستزراع من خلال تجارب بالفعل من حيث انتهى الاخرون زي ما احنا بنقول، لكن هل هناك لا زالت نظم تكنولوجيه حديثه او تجارب ناجحه يمكن تطبيقها لمضاعفه مساحه الرقعه الزراعيه الخاصه بالسلع الاستراتيجيه؟ احنا بنتكلم على القمح، الارز، الفول وما الى ذلك، الذره. وحضرتك التقدم في مجال الزراعه واستخدام الميكنه الزراعيه في الزراعه واستخدام الاصناف الاليه الانتاجيه يومين في تقدم، احنا سنويا بننتج اصناف حديثه للاليه الانتاجيه المتحمله لظروف سواء الملوحه في التربه او تحمل الحراره او تحمل الاجهزات المختلفه او نقص المياه، فده يعتبر تقدم في مجال الزراعه بجانب استخدام طرق الزراعه زي طريقه الري بالتنقيط والري بالرش وطرق الزراعه على مصادم وطرق الزراعه على خطوط، هذه الطرق وهذه الطرق الحديثه كل هذه المتبعه حاليا فهي دي بتزود الانتاجيه برضه وبتدعم التوسع الراسي بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه. يعني عذرا للاطاله دكتور ابراهيم، يعني السيد الرئيس اليوم اوضح ان هناك شروط لعمليه الاستثمار في منطقه شرق العوينات على وجه التحديد هو ان تكون الزراعات بحسب ما هو محدد وفق لاحتياجات الدوله وعدم يعني التنويع في هذه الزراعات بما قد لا يؤتي بثماره المستهدفه، يعني كيف ترى هذا الامر؟ والله حضرتك هو احنا المفروض احنا برضه في مصر حديثا يراعى فيها استخدام الاصناف وزراعه المحاصيل اللي بتجيب اعلى انتاجيه اللي بتحقق عائد ربح كبير والمحاصيل الاستراتيجيه اللي لها دور كبير زي عندنا محاصيل برضه محاصيل الحبوب ومحاصيل انتاج الزيوت ومحاصيل الذره الشاميه وغيره، هذه المحاصيل اللي لها دور كبير ولها اهميه استراتيجيه وفي احتياج اليها بجانب اتباع نظم اللي بتوفر في كميه المياه، ده اهم شيء عندي انا المياه اللي موجوده عندي المياه الجوفيه احافظ عليها واستغلها استغلال امثل، يعني استغل وحده المساحه ما انا ممكن في حاله استغلال اني انتج كيلو من الحبوب يفضل انه استخدم اقل كميه من المياه في انتاج كيلو الحبوب الواحد، مش انا ابالغ في كميه المياه زي ما تعليمات القياده السياسيه وفخامه رئيس الجمهوريه انه لازم احافظ على كميه المياه بقدر الامكان واستغلها استغلال الامثل بحيث ان انا استغلها في التوسع وازود المساحات المياه. انا ممكن بطرق الزراعه الحديثه والري الحديث انا اوفر 40%، لو اوفر 40% ابغى اضيف بها مساحات جديده اضيفها للمساحه المزرعه على ال 40% في المياه اوفرها في طرق الري الحديثه او ال 50% اوفرها. فده يعتبر انجاز بالنسبه لنا وانجاز للقياده السياسيه وتعليماتي. يعني نظم راي حديثه وتقاوي منطقة وتوسع افقي وتوسع راسي، وعلى حسب ما حضرتك اشرت في حديثك ان هناك بالفعل بحوث بتستحدث يوميا تكنولوجيات بتطبق في الزراعه، هل بالفعل نحن وصلنا الى الانتاجيه المثلى على مستوى العالم مقارنه بالتجارب الاخرى ام ان لا تزال هناك خطوات يعني بنحتاج الى تطبيقها لتحقيق الانتاجيه المستهدفه؟ والله حضرتك العلم كل يوم في جديد، احنا بالنسبه لنا كمحصول قمح
احنا بالنسبه لنا اصنافنا الموجوده حاليا وانتاجيتنا، احنا بالنسبه بننتج حوالي 10 مليون طن سنويا على مستوى مصر، احنا ترتيبنا رقم 14 على مستوى العالم في الانتاج الكلي، انما انتاج وحده المساحه بالنسبه للفدان احنا ترتيبنا رقم 4 على مستوى العالم في انتاج الفدان الواحد. يعني احنا متقدمين رقم 4 بعد نيوزيلندا وبريطانيا وزامبيا، ومصر احنا رقم 4 في متوسط انتاجيه الفدان الواحد، فاحنا متقدمين جدا في، وخاصه احنا مركز القوى الزراعيه ادى دفعه كبيره ومهتم جدا بمحاصيل الحبوب، برضه بدفع من القياده السياسيه بتدعم مركز القوى الزراعيه انه يظل الاصناف الجديده والتوصيات الزراعيه الجديده تصل للمزارع وتدعم المزارع. واحنا دايما هو المركز للبحوث الزراعيه في خدمه المزارع وده عن تعليمات القياده السياسيه. يعني هو سؤال غريب شويه دكتور، يعني احنا محتاجين تقريبا استصلاح كام فدان؟ احنا بنتكلم العوينات بنقول 700 الف فدان بيضاف على الرقعه القائمه، بحسب انتاجيه الفدان لما حضرتك اوضحته احنا وصلنا المركز الرابع، يعني تمت مضاعفه الانتاجيه في كل فدان للوصول لهذا المركز، احنا ممكن نسد الفجوه اللي هي في سلعه القمح تحديدا التصديريه في مدى زمني قد ايه؟ هل يمكن حساب هذا الامر ام لا يعني؟ أنا حضرتك لو القيادة السياسية من تعليمات إنه خلال العام القادم أو بعده هنوصل لأربعة مليون فدان بالنسبة لمساحة القمح المزرعة. احنا لو وصلنا لأربعة مليون فدان يبقى دخلنا على ما يقرب حوالي 70% من استهلاكنا الحالي. احنا لو وصلنا 70% من استهلاكنا يبقى دخلنا في الحد الآمن بالنسبة لنا. احنا لو محصولنا لو تعدى 70% من استهلاكنا يبقى في الحالة احنا دخلنا للحد الآمن. عشان أوصل للاكتفاء الذاتي أنا يلزمني زراعة مساحة حوالي 6 مليون فدان، وده صعب علينا في الوقت الحالي إن نوصل 6 مليون فدان قمح، هيكون على حساب المحاصيل الأخرى زي محاصيل الأعلاف والمحاصيل الخضار والمحاصيل الأخرى إن شاء الله اللي ليها دور كبير برضه لا استغناء عنها. ما لازم برضه مساحة القمح برضه يكون في توازن مع محاصيل أخرى، المحاصيل الشتوية زي محاصيل الأعلاف والمحاصيل البقولية وغيرها. نعم دكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة وكنت معنا على الهاتف. ومشاهدينا خلال احتفالية موسم حصاد القمح أكد وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي على توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد. بالنسبة بالنسبة للوضع حتى هذه اللحظة احنا النهاردة وصلنا الحمد لله تعدينا 2 مليون. لما ابتدينا البرزنتيشن واحنا كنا في 8.5 كان 1.4، الحمد لله النهاردة وده برضو خبر عظيم جدا تعدى الكمية التي تم توريدها لوزارة التموين 2 مليون طن، واحنا تقريبا في نص الموسم يعني 15 يونيو يبقى برضو متوازن، فاحنا المستهدفينه في هذا العام 4 مليون طن. انا بس بتكلم على ان النهارده معنى صح تم تدبير حوالي 21 مليار جنيه تم صرف حقيقة، وانا بتكلم مع حضرتك 18 مليار جنيه للسادة المزارعين. وينضم الينا على الهاتف دكتور محمد سالم استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعه القاهره. دكتور محمد تحياتنا يا فندم. اهلا بك يا فندم. يعني اليوم شاهد الرئيس بدايه موسم الحصاد، وكان الحقيقه في منطقه شرق العوينات، وهذه المنطقه بتضم حوالي يعني مستهدف فيها 700 الف فدان، يعني مستقبل هذه المنطقه كيف تراه؟ وايه عوامل الجذب اللي في هذه المنطقه تحديدا لجذب الاستثمار سواء المحلي او الاجنبي لزراعه المحاصيل الاستراتيجيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شرق العوينات وثاني اكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب في القمح. يمكن تقع دكتور معلش يعني عفوا هي بس حضرتك لو تقف في مكان في شبكه الصوت بيقطع. اتفضل. ماشي يا فندم. يعني احنا مشروع شرق العوينات هو ثاني اكبر مشروع زراعي عملاق في جنوب مصر. زراعه القمح تجاوزت تقريبا 186 الف فدان. تقع هذه المنطقه في الجزء الجنوب الغربي لمصر.
يمكن على بعد 365 كيلو جنوب واحة الزحلة من محافظة الوادي الجديد، وعلى بعد 500 كيلو متر من بحيرة ناصر. التربة طبعا غنية خالية من الملوثات بتجعلها مثالية في الإنتاج. مساحتها بتبلغ تقريبا 528 ألف فدان، متقسمة إلى قطع نصها موزع على شركات زراعية بتنتج محاصيل متنوعة يمكن بتقدر بإنتاجيات عالية. من أهم المحاصيل اللي بتزرع في هذه المنطقة البطاطس، القمح، الذرة، البصل، التمور. أغلب هذه المحاصيل بتصدر إلى الخارج، بالإضافة لزراعة المانجا، الجوافة، الليمون، البرسيم، اللوبيا، ومجموعة من المحاصيل البقولية والمحاصيل اللي هي خاصة بالكمون واليانسون والنعناع والرمان والبرتقال. يعني فيها عديد من المحاصيل. نعم. الدولة انتهت مشروع ربط منطقة شهر العوينات بالكهرباء من الشبكة الموحدة من أبو سمبل بتكلفة يمكن تقارب من 2 مليار جنيه أو واحد وتقريبا 7.7 مليار جنيه. تم تنفيذ مشروع صوامع الجدال بسعة 60 ألف طن بتكلفة 120 مليون جنيه. إجمالي المساحة المزروعة في منطقة شرق العوينات بيبلغ حوالي 190 ألف فدان خلال الفترة من نهاية التسعينات حتى 2012 تم زراعة 80 ألف فدان. خلال الفترة من 14 ل 22 تم زراعة 110 ألف فدان. خلال عام 15 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دلة. الدولة بتقوم بجهود كبيرة من أجل تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الإمكانيات والموارد الطبيعية المصرية، فضلا أن الهدف الأساسي هو الإسهام في توفير احتياجات السوق المحلي. نعم. وان احنا بردك نحاول نزود عمليه التصدير عشان نقدر نجيب بها عمله اجنبيه او عمله صعبه. بالنسبه للمنطقه المسطحه في توشكا بتعد احد المشروعات القوميه الناجحه، ويعني مش زي ما كل الناس بتصورها ان هي ما كانش مشروع ناجح، لا هو المشروع الناجح هو في يناير 17 تم تكليف بتنفيذ مشروع توشكا وتم اطلاق عام اللي هو تم احنا عملناه او بدانا فيه سنه 97. كانت مدة تنفيذه حوالي 20 سنة تنتهي في عام 2017، وفور تكليف الشركة بالمشروع تم وضع خطة تنفيذية بنواصل الليل بالنهار من أجل تحقيق إنجاز ملموس في وقت قصير. حقيقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الكثير لمصر على أساس إن إحنا نعمل نهضة زراعية، نعمل جمهورية جديدة بحيث نقدر نوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية لمصر. نعم دكتور، يعني لماذا يتجه عادة يعني أغلب المستثمرين لزراعة متنوع في زراعة متنوعة في المحاصيل وما بيكونش التركيز منصب على المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام؟ هل اقتصاديات وعوائد المحاصيل الأخرى التصديرية بتختلف عن المحاصيل الاستراتيجية، على الرغم ان احنا يعني بنشهد ان كل ازمات العالم وما يحركه هي المحاصيل الاستراتيجية؟ يعني طبعا هو التنويع هو نوع من الوسائل المقابلة المخاطرة واليقين. انا كمزارع لما يبقى عندي تنويع في المحاصيل اللي انا بزرعها اذا بتحاول او تحقق لي قدر معين من الايراد بحيث ما يقلش عندي الايراد بتاعي والدخل بتاعي. فالتنويع هو اهم وسائل مؤبس المخاطره واللياقين. يعني ده ثابت، عذرا للمقاطعه دكتور، ده ثابت اقتصادي يعني من الثوابت الاقتصاديه؟ طبعا اتفضل. نعم. فالتنوع ده مطلوب، وعن التنوع احنا محتاجينه لان احنا محتاجين حاجات استهلاك محلي ومحاصيل اخرى للتصدير او جزء للتصدير، وبالتالي احنا نعتمد على الاثنين. نعم. طيب بالنسبه لمحاصيل القمح، كيف ترى عوائد تطبيق النظم التكنولوجيه الحديثه على زراعة القمح، الأرز، الذرة بشكل عام يعني في المرحلة الفائتة ونتائج هذا الأمر؟ النتائج هتبقى بنتيجة إن إحنا بنحاول نستخدم التكنولوجيا الحديثة، الري الحديث، ترشيد استخدام المياه، ده كله استخدام التكنولوجيا السليمة هيؤدي إلى زيادة الإنتاجية بتاعتنا، ولو الإنتاجية بتاعتنا زادت معناها إن إحنا بنعمل تنمية اقتصادية زراعية سليمة.
نعم دكتور. لان احنا محتاجين ان احنا نرفع الانتاجيه ونتوسع في المساحات الزراعيه. نعم طيب عذرا يعني الاطاله دكتور، التوسع الراسي هل ممكن ان هو يسد فجوه او معوق التوسع الافقي، يعمل له نوع من الاحلال اذا جاز التعبير؟ طبعا نعم، لان التوسع الراسي بيعتمد على التكنولوجيا، التقاوي المنتقاه، استخدام الاسمده بالكميه المناسبه، الري المناسب، مجموعه عوامل كتير جدا هتؤدي الى رفع الانتاجيه. اما التنميه الافقيه او استصلاح اراضي جديده تكلفتها اعلى بكثير من التنميه الراسيه، وبالتالي احنا بنعتمد على الاثنين، التنميه الراسيه والتنميه الافقيه. نعم دكتور محمد سالم استاذ اقتصاد زراعي بجامعه القاهره، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله وكنت معنا على الهاتف. وبينضم الينا الحاج حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين. حاج حسين تحياتنا يا فندم. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل الساده المشاهدين. يعني حاج حسين، يعني من ساعه ما بدا موسم الحصاد وبدا عمليه التوريد لوزاره التموين، يعني اعلن دكتور علي المصرحي اليوم ان تم توريد ما تجاوز ال 2 مليون طن وان الوزاره بتستهدف 4 مليون طن. يعني هل ترى اننا قد نتجاوز المستهدف اللي وضعته الوزاره؟ والى اي مدى ترى ايضا اقبال المزارعين على عمليات التوريد؟ الحقيقه طبعا انا بقول لكل الساده المشاهدين، النهارده بنعيش عيد الحصاد ودريت القمح الذهب الاصفر المصري، اللي هو طبعا وصلنا لمرحله متقدمه جدا بفضل جهود الحكومه وتوجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اقدر اقول لحضرتك النهارده زارعين اكبر مساحه زرعت في مصر على الاطلاق من الاقماح، وصلت ل 3 مليون و650 الف فدان لاول مره. اكثر من ثلثين المساحه دي مزروعه بتقاوي معتمده، انتاجيتها الفدان بيزيد عن 3 طن. طبعا متوقعين انتاج يزيد عن 10.5 مليون طن. الحكومه طبعا بتستهدف حوالي 4 مليون طن هذا الموسم. النهارده واحنا وصلنا يمكن لحصاد 50% من الاقماح وداريتها، الحكومه خدت 50% من المستهدف وهو 2 مليون طن، وده رقم كبير جدا، مع ان طبعا التوريد اختياري، وده بفضل بعض القرارات المناسبه اللي اتخذتها وزاره التموين. وعلى راس هذه القرارات وضع سعر مجزي لإرداب القمح، وهو 1500 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر لإرداب القمح المصري، يعني الكيلو القمح ب 10 جنيه. طبعا مستحقات الفلاحين بياخدوها في غضون 48 ساعة إلكترونيا، فالفلاح دلوقتي بقى بيورد بسهولة ويسر. برضه في جهود كبيرة لتذليل العقبات، منها طبعا إنشاء عدة نقاط تجميع، أكثر من 400 نقطة تجميع بالقرب من اماكن الانتاج لتخفيف الاعباء في نقل المحصول. النهارده بنتكلم على تقليص الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك في القمح المصري بحوالي 55% انتاجنا. عندنا الموسم بتاعنا بيكفي مصر 6 أشهر متتاليه بخلاف المخزون الاستراتيجي، يعني عندنا ضمان للقمح الى اخر العام ان شاء الله. القمح المصري دلوقتي بيتلألأ في المناطق الجديده. شفنا النهارده فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح موسم حصاد القمح من جنوب غرب مصر في شرق العوينات، ودي مساحه بك طبعا بالقرب من تشكي، وده يمكن اكبر مساحه بعد تشكي في جنوب مصر. طبعا احنا شايفين الدنيا كلها يعني على الحدود، شايفين ايه، وفي مصر في تنميه وازدهار بصراحه يفوق الوصف بفضل النظره الثاقبه والتوجيهات الحكيمه للقياده المصريه. النهارده فلاحين مصر كلهم سعداء بالتوريد اختياري للحكومه، مفيش حد غطر على حد يورد حبات قمح، كله بيتسابق انه يورد الاقماح. عندنا طبعا انا بشكر اهالي الشرقيه لاكبر كميه وردت من محافظه الشرقيه، وهي طبعا محافظه اللي تزرع اكبر مساحه زراعيه من القمح في مصر. بقول كل المصريين محدش يقلق على رغيف الخبز في مصر، احنا دلوقتي في افضل حال نتيجه طبعا التخطيط المستمر
والنظرة للمستقبل. يعني بعد الحرب الروسية الأوكرانية كان كل العالم بينظر إلى مصر إزاي تعمل في الأقماح. احنا كنا بنستورد من الدولتين دول أكثر من 70% من احتياجاتنا. النهاردة بفضل الله وبفضل التخطيط اللي كويس للحكومة قدرنا نقف ونقول للعالم كله احنا ان شاء الله هنصنع غذائنا من بعثنا. وده حاجة يعني تشكر عليها كل الجهات المعنية اللي قامت بجهود كبيرة في الفترة الأخيرة للوصول لهذه المرحلة النتائج المتقدمة. نعم الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكنت معنا على الهاتف. مشاهدينا تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار، تابعونا دائما، دمتم في أمان الله.